مش حديثي. دي بقى يا جماعه طبيعه الناس في الريش بعد ما بيتم الدفع ونبدا ننتج في الريش من عندنا زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي يا جماعه هنشوف طريقه السلق مع بعض. ده برضه يا جماعه الفيديو ده عشان الناس اللي ايه اللي بتنبح معاك تبقى عارفه طريقه الدبح والسلق والتشريع كل المراحل بتاعت النعام والناس اللي عايز تنبح نعام عموما يعني. Thank you.
ده الدهن يا جماعه بتاع النعام اهو، دهن النعام بيبقى خارج القطعيات بتاعت اللحمه معانا، ده الدهن اهو، ده الدهن بتاع النعام، دهن اهو، ده دهن النعام، ده الدهن بتاع النعام. بصوا يا جماعه اللحمه اللون بتاعها على الطبيعه بعد السنخ مباشره، الناس اللي هي بتسال النعامه بتصفي قد ايه، النعامه بتصفي 35% لحم من وزنها غير الكبده والقلب والقناصه والرقبه والايه والشاورما، يعني 35% من اجمالي وزنها لحم صافي خالي من العظم والدهون والشرب. ده برضه عشان ايه؟ لو اي حد عايز يذبح نعام اي جزار ايه؟ عارف نسبة الكسوف تحت بتاعت اللحمة قد ايه؟ الرقبة بتاعت النعام يا جماعة ده الجناح، ناس كتير بتستصعبه في السلخ زي مثلا زي محمود، ها محمود
واحد بيسأل في اللايف بيقول الكيلو مشفي عامل كام؟ اللحمة 350 والستيك والموزة والبراشة 400. الغطيات المميزة يا جماعة النعامة ب 400. اللحمة مشفية من غير عظم ودهن وشغل الكيلو 350. إن شاء الله وبيسأل برضه بيقول لو اللحمة لو هشتري لحمة بعظم اللي هي زي الدبوس والفخدة. دبوس 320، فخدة 320. نعم الصندوق كامل على بعضها بعد ما تتنضف من غير احشاء طبعا بالكبدة والقلب والنصف بتاعتها كيلو 240. طبعا اللحمه بتتنضف من الشغل اللي عليها، مش هي عليها شغل خالص. الشغط اللي هو زي ايه كده وري الناس كده اللي هو عم نعمل الشغط إيه؟ الشغط اللي هو زي ده العروق يعني بتاعت اللحمه ده 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 المصطلح العلمي بتاع الشغط المفهوم العلمي يعني ده الحاجات اللي زي دي كده. طبعا بتحب ان الناس تشوف الدبح على الطبيعه. طبعا في نعام كان مذبوح قبل كده هوريكم الاكياس بتاعته دلوقتي. هتكمل سمك النعامه عشان برضه الناس ايه تبقى شايفه كل حاجه معاها. طبعا كان في فيديو من شويه احنا بندخل النعامه المجزر اصلا قبل ما تتذبح عشان برضه ايه الناس اللي عايزه تطمن الحاجه. طبعا على فكره يا جماعه يعني الحمد لله احنا سجلنا السلامه الغذائيه خلاص قريب قوي ان شاء الله نشوف المنتجات دي في مصر في اماكن كبيره جدا. هنقول الاماكن ولا هنخليها مفاجاه؟ لا هنخليها مفاجاه. نعامة سرخانة مش صعب عشان الناس الجزارين وكده اللي بتسأل قال يعني يا جماعة الموضوع سهل وبسيط.
كده احنا انتهينا من سلخ النعامة. طبعا دي بتبقى ناعمة جدا طبعا الشاورما على فكرة مناسبة يعني. طبعا في ناس كتير من ممكن تكون معانا في اللايف دي تشتري منتجات حابه تطمن اكتر فتخش تتفرج معانا على اللايف. ده طبعا احنا كده سلخنا النعام، هنبدا بقى نطلع الايه؟ الاحشاء الداخليه للنعامه. تمام؟ طبعا النعامه هتتطهر الاول. تمام؟ وبعد كده هيتم ايه؟ هيتم نزع الاحشاء الداخليه من بداخلها. النهارده بقى انا عايز اتعرف على الحياه نعم. طيب. دي الاطيات يا جماعه كل انواعها يعني زي ما انتم شايفين. انا بقى هنا معايا كده عشان اتفرج الناس. بصوا يا جماعه دي قطعيه من قطعيات لحمه النعامه اهي. مش عارف اركب على حته ثانيه اتفرجوا بقى معايا اهو. عايز تفرجوا كده على الاطيات حاجه حاجه. طبعا اللحمه دي اتبردت طبعا كانت في التبريد جوه. شوف ان اللحمه يا جماعه اهي ده الجمال بتاع لحمه النعام. عايز اعرفكم حته بتطلع معانا في الاستيك اهي. اتفرجوا يا جماعه فين الدهن بقى؟ فين العظم؟ اهي اللحمه قدامكم زي ما انتم شايفين اهي. اتفرجوا يا جماعه اهي. بص هي مستويه لوحدها اللحمه انا ماسكها في ايدي اهي. بصوا اهي بصوا اهي اللحمه اهي. لحمه يا جماعه دي قطعيات لحمة النعام ودي كانت قطعية واحدة منهم من اللي بتطلع معانا في الستيك. طبعا الناس اللي بتسأل على ده قطع برضه منها.
معانا. الباقي بقى عادي بيتقطع معانا، يطلع ايه؟ يطلع قطع. نفرشه على قطعة رام فليت بتاعت النعام، ستيك برضو تطلع معايا في الستيك زي دي كده اهي، شكلها اهي. ده الستيك اهو، خليكم معايا. ده الستيك يا جماعه، الستيك. الستيك ده بقى لما تيجي نغلفه عشان هي بتبقى طريه فبتسر الدم زي ما انتم عارفين. فاحنا بنعبيها فين؟ في اطباق عشان الدم بيجي لحضرتك في الشكل ده كده، تمام. ده كده ايه؟ ده طبق الستيك اللي بيجي لحضرتك. ده طبق ايه؟ الستيك اللي بيجي لكم. عايز اشوف بقى الموزه هنا او جوه في التبريد؟ لا هنا ان شاء الله نجيب لكم مثلا جزء منها معايا مع الجزء بتاع الايه؟ مع الجزء السمك. بس يا جماعه دي انا بحطها برده في الستيك يعني. القطعه دي انا بحطها في الستيك، هفرجكم عليها دلوقتي عامله ازاي. القطعة دي بتتباع بالواحدة. بص اللحمة من جوه عاملة ازاي؟ يعني شفت؟ شوفوا يا جماعة اللحمة. ده جمال بقى لحمة النعام. تعالوا بقى نفرجكم على الموزة بتبقى عاملة ازاي؟ ده دي الموزة اهي. بصوا يا جماعة هي نفس الموزة بتاعت المواشي. اهي. على فكرة كل طرق الطهي معانا غير ان احنا نسلق ونحمر، يعني اللحمه ما فيهاش دهن خالص فمش هتعمل معانا شوربه فما ينفعش. انما اعملها كباب حل، اعملها ورقه لحمه كده تمام، ما فيش مشكله. اشويها كل الطرق دي معايا، يعني كل الطرق دي معايا. في قطعيات للشاورما، عايز شاورما اطلب قطعيه الشاورما. ده بالنسبه لايه؟ لقطعيه المول. معانا هنا قطعيه ثانيه اللي هي الايه؟ الفراشه. تعالوا نفرجكم على جمال الفراشة بقى، الناس كتير بتطلبها بالاسم. تعالوا بصوا يا جماعة هي. دي الفراشة هي. هي عشان تجيلك هتجي لحضرتك قطعة على بعضها كده. دي قطعية الفراشة دي بقى، انت ممكن تعملها كلها على بعضها. على فكرة اللحمة دي النعامة بتكشش قوي زي ما الناس متخيلة، لان مفيهاش دهون اصلا. شايفين؟ وجماعة يعني نصيحة، لازم اللحمة تشرب التتبيلة شوية وما نحطهاش على نار عاليه عشان ما تنشفش مننا، عشان ما فيش دهون، عشان هي زيرو فات مش زي المواشي. وطبعا كل سنه وانتم طيبين. والكبده معانا هنا برضو، دي كبده النعامه يا جماعه، الكبده بتاعت النعامه اهي. دي واحده ودي الثانيه، كبده النعام معانا اهي. الكبده يا جماعه زي ما انتم شايفين لونها اهي على الطبيعه، دي كبده النعام. ده القلب بتاع النعام بقى، ده قلب النعام، دي قلوب النعامه يعني. القلب ده بيبقى من 500 ل 800 جرام. قلب النعامه ده من 500 ل 800 جرام اهو. القلب ده بيتباع بالواحده ولا بيتباع بالكيلو؟ القلب ده بيتباع بالواحد. القلب ده في ناس بتفكر ان هو بيتباع بالكيلو. لا القلب ده بيتباع بالواحد. الكبده بتتباع بالكيلو عادي معانا مفيش مشكله. طبعا كل سنه وانتم طيبين. دي القناصه يا جماعه. القناصه اهي. دي قناصه النعامه اهي بعد ما بتتنضف وتتقطع شرايح. يا دوبك ان انت تقطعها بس تحطها على النار. يعني بيجي تيجي لحضرتك جاهزه زي ما بيقولوا يعني. اهي. دي الاونس اهي. لحمه الشاورما اهي. اهي. الناس اللي بتسال لحمه الشاورما بتتشفى من على الصدر من على اللضلة اهي. من على اللضلة. اهي. اللحمه يا جماعه. لحمه الايه؟ دي لحمه الشاورما اهي. باينه قدامنا خالص اهي. دي الرقاب. لو انت ما شفتوش الرقاب بتاعت النعام اللي هي العكاوي يعني. النعامه ليها ديل بس ديل صغير، ولكن بقيه العكاوي كلها بتبقى من الرقبه. شايفين اللحمه بتاعتها؟
اللحمه طبعا متبرده اهي، عشان طبعا عارفين درجه الحراره اليومين دول فظيعه يعني. اللحمه اهي، الشرايح بتاعه اللحمه اهي، دي رقاب النعام. كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم. وده الدهن بتاع النعام برضو، الناس اللي عايزه تعرف كل حاجه، ده الدهن اهو. انا كنت مرقكم في الفيديو وانا احنا بنسلق. ده دهن النعام يا جماعه، ده بيتسيح وبيستخدم معانا بكل المصنعات الغذائيه والدوائيه والحاجات دي كلها، مستحضرات التجميل. بيستخدم لألام المفاصل. ده دهن خام بيور زي ما انتم شايفين. اللي عايز يطلب دهن خام بيور برده بنطلعه، مفيش مشكله. كريم لدهن النعام برده بنطلعه عادي، مفيش اي مشكله. مستني ان شاء الله رايكم عن الفيديو، واي حد محتاج اي استفسار يسيب لنا كومنت على رساله البيج، وان شاء الله نتواصل معاه. كل سنه وانتم طيبين. خلي بالكوا بقى، احنا هنا فتحنا النعام اهو، طلع القلب منها وطلع الكبده، القلب اهو. طبعا الانوسه يا جماعه بتتنضف عندنا خارج المجزر. ده القلب بتاع النعام لسه طالع اهو. طبعا القلب سخن، انا ماسكه في ايدي سخن طبعا اهو. ده قلب النعام. النعامه القلب، النعامه فيها فشه بس ما بتتاكلش اهي. الفشه بتاعت النعامه يا جماعه بس هي ما بتتاكلش. اللحمه بقى اللي جوه ده، ايه النعمه دي؟ دي اللي احنا بنطلعها معانا في الشوارع. ودي كبده النعام اهي، لسه طالعه اهي، عشان بس ايه الناس تبقى شايفه كل حاجه على الطبيعه. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نشوفكم في ايه؟ في فيديو جديد بامر الله.